يا هلا يا هلا، ناصر، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ عمرو، ازيك واخبارك ايه؟ ربنا يخليك. احنا عايزين نيجي شلاتين، اتفضل تنوروها. هناكل ايه؟ طيب السلاب، كل اللي تتمنوه ان شاء الله. في سلاب؟ ان شاء الله ثلاثة ومندي وكل حاجة. تمام، جميل جدا. ناصر قول لي، يعني انت لما شفت الشباب دول، يعني ايه كان رد فعلك في الاول؟ والله يعني هي كانت سعادة لا توصف حقيقة، يعني إن شباب يعني يتطوع ويجي المسافة دي كلها عشان بس يفرحنا ويسعدنا ويسعد الناس هنا في حلايب وشلاتين، دي كانت حاجة جميلة جدا يعني الصراحة. كنت أول مرة تشوفوا حاجة زي كده، يعني مبادرة زي دي يا نصر؟ هي المبادرة دي أول مرة من نوعها يعني تحصل في حلايب وشلاتين. ما استغربتوش؟ الناس دول بيجايين يعملوا ايه؟ جايين يرسموا على الاكشاك بتاعتنا والبيوت هو بتاعتنا. في البداية فعلا يعني كان في اندهاش كده من جانب الناس هنا، لأن الفكرة كانت أصلا يعني جديدة عليهم، ما حصلتش قبل كده حلايب وشلاتين. إنما يعني مع أول رسمة تقريبا ابتدت الناس تتفاعل وتفرح، اللي بتشوف يعني ثقافتها يعني كل تراثها بيتجسد على الحوائط. فدي انت كانت حاجة سعيدة بالنسبة لهم. كان شيء كويس يعني، وشيء جميل انه الرسومات دي بتعبر عن البيئة بتاعت اهالينا في شلاتين. جدا جدا دي كانت حاجة جميلة جدا، وده كان هو يعني كلمة سر في نجاح المشروع كله. طيب انت بتعتبر ان المشروع نجح، بتتمنى انه يتكرر تاني؟ كتير كتير يعني انا بتمنى انه يتكرر يعني، واتنينا ان شاء الله تطور وتقدم لنا اكتر واكتر باذن الله. ان شاء الله. ايه اكتر رسمة عجبتك؟ والله كل الرسومات جميلة جدا بصراحة. ما تبقاش دبلوماسي يا ناصر. كل الرسومات والفريق جدا يعني، هو كان والله يعني انا بشكر الشباب كلهم انهم ربنا يعني طوعوا، انهم يعني تكبدوا المسافة دي، وانهم يعني وصلوا لحد حلاب وشلاتين، ده مكان يعني مهم جدا انا بعتبره لمصر والله يعني. صحيح صحيح. فدي يعني كانت حاجة جميلة جدا، واتمنى انها تتكرر وتتكرر من شباب كتير يعني، عشان ان شاء حتى الله يكون ان في شاء الله تتكرر شباب ونيجي معاهم باذن الله ان شاء نصور الله. ان شاء الله المبادره دي وان باذن شاء الله. الله احنا نقول لكم اتنين في كل وقت ان شاء الله. الله يخليك، شكرا.